على قدومكم، شكرا لكم على حضوركم. المغاربة برهنوا بهم عن ولائهم لله وللوطن والعرب جميعا والعالم كله. هذا الشبل، هذا الغلام، هذا البطل يعني أيقظ المحبة وأيقظ الحب في قلوب المسلمين، الحب الذي فقدناه. شكرا لكم على قدومكم. شوف اجي وهضر بلاصه. اجي انت هبط شويه. خليكم ما قادرش يعطي التصريح نهائيا لانه يعاني من الكلاوي وكيعاني من هذا. الله يجازيكم، الحضور ديالكم حضور راه فاعل. تشكرون على ذلك. التيفي وجميع التيفي وغير التيفي الى غير ذلك، الصحافه التي تمثل السلطه الرابعه التي تعرب عن مشاعر عن الشعب، يعني هي لسان الشعب. شكرا لكم على قدومكم وشكرا لجلالة الملك وشكرا لجماعة إغران وللمغاربة قاطبة وللعالم كله ولا سيما العالم الإسلامي، وشكرا لأهل الجزائر. الذين تفاعلوا مع هذه القضية، إخواننا في كل مكان. هذه القضية أيقظت العالم الإسلامي من سوبته ومن غفلته، أيقظته من سوبته. الآن العالم الإسلامي يجب أن يراجع نفسه، أن يراجع قضيته. نحن نعيش من أجل قضية، أن نحيي الإنسانية أولا في أنفسنا ثم نحيي الدين في أنفسنا، لأن لا دين بلا إنسانية. لا بد من التآزر، لا بد من التعاطف، لا بد من التكاتل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحالة الصحية يعني الإنسان يعني كيحس بواحد الإرهاق، كيحس بواحد التعب، يعني وكيقول لكم عذروه. الله يجازيكم بخير، الله يكرمكم بكرم الله، وشكرا لكم وشكرا لجلالة الملك وللسلطة المحلية ولساكنة إغران ونواحيها. شكرا لكم. الأم ديال الطفل يعني هنا عندهم واحد العادة، يعني النساء ما كيدخلوش عند النساء هنا، عندهم واحد التراث، عندهم واحد الثقافة، عندهم واحد الآخر، النساء وحدهم ورجال وحدهم كما تعلمون عن أهل الجيب، عن منطقة هذه المنطقة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.